من علامات قيام الساعة قلة الأمانة، قلة الأمانة أيها الأحبة. الحديث الشريف يقول: أحبتي في الله، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، رواه البخاري. ادخل اليوم، اليوم يكفي حتى تعرف صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أن تعطي إنسانا مبلغا من المال دون أن تأخذ ضمانات، ماذا تتوقع؟ نتوقع أنه لن يعود، يعني غالبا ما نتوقع ذلك، إلا ما رحم ربي، قلة قليلة فقط لديهم أمانة اليوم، أمانة في التعامل، أمانة في الموعد، أمانة في إتقان العمل، أمانة في أن يؤدي لك الحق الذي عليه. قلة الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام منطقي وعلمي وواضح.